عالم المعلومات، طريق المعرفة. أمراض القولون المختلفة، سواء كان التهاب قولون أو القولون العصبي، هي معاناة حقيقية بيعيشها أي شخص مصاب بها، لأنها بتمنعه من قائمة كبيرة جداً من الأكلات. هنعرفها في حلقة النهاردة، وكمان هنقول نصايح مهمة جداً لأصحاب أمراض القولون المختلفة. مرض القولون يعتبر حالة صحية مزمنة ومنتشرة، بتصيب الأمعاء الغليظة أو القولون، وبتسبب تقلصات وانتفاخات في البطن. ومرض القولون بمختلف أنواعه بيغير من نمط حركة التجويف المعوي، ويعتبر مرض القولون منتشر زي ما قلنا، وكمان بيصيب أي شخص في أي عمر. لحد دلوقتي مفيش سبب معين وواضح لإصابة الشخص بيه، بس في دكاترة أجمعت على أكتر من عامل لإصابة الشخص بيه، زي وجود خلل بين الإشارات العصبية في الجهاز الهضمي والدماغ، وممكن بعض الأشخاص يصابوا بيه عن طريق العدوى، ده في حالات نادرة وإصابات معينة، وممكن عامل الوراثة بيأثر على إصابة الشخص، وأخيرا بعض المشاكل النفسية زي الاكتئاب والقلق. أما عن أعراضها فهي تقلصات وألم في البطن، فقدان للشهية، الشعور بالتخمة، غازات في البطن. نصايح مهمة بيتبعها الشخص المصاب بأمراض القولون، وأهمها قائمة الممنوعات من الأكلات والوجبات، ومنها الأطعمة الدسمة والأكلات المقلية بالزيوت، الأكلات اللي بتكتر من غازات البطن وبتؤدي للانتفاخ زي البقوليات اللي بتشمل الحمص والفول والعدس، وفي خضروات بتعمل انتفاخات للبطن زي الثوم والبصل الني، الفجل والجرجير، الكرنب والكرنبيت، المشروبات الغازية والمكسرات اللي بتحتوي على ألياف عالية، مضغ اللبان، وده بيسبب دخول الهواء للمعدة واللي بيها بيعمل انتفاخ، الألبان ومنتجاتها وهي بتسبب انتفاخات ومغص لأشخاص معينة بسبب حساسية من اللاكتوز، وهو السكر اللي بيكون موجود في اللبن، الأكلات الحرة اللي بتحتوي على بهارات وتوابل حرة وتقيل على المعدة، وآخر قائمة الأكلات الممنوعة هي شرب المنبهات بصورة كبيرة زي الشاي والقهوة والشوكولا. بجانب قائمة الممنوعات من الأكلات والمشروبات، في نصايح مهمة لمرضى القولون العصبي، ومنها البعد عن التوتر النفسي والضغوط العصبية على قد ما نقدر، المشي بصورة مستمرة وممارسة الرياضة حتى ولو كان بشكل خفيف عشان نقدر نحسن من الدورة الدموية، وبالتالي حركة القولون تتظبط. ولو كنت بتعاني من الإمساك، ممكن تزود من الخضار أو الفاكهة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الألياف زي البرتقال والبطيخ والشمام. أهم نصيحة لمريض القولون واللي كتير جدا مش بيهتم بيها أو بيتجاهلها، وهي غسيل القولون. أيوة، غسيل القولون، واللي بيتم على فترات متباعدة، يعني كل 6 شهور مرة، وبيتم غسيل القولون عن طريق شرب السوائل الطبيعية الملينة زي الحلبة أو زيت الخروع، وشرب سوائل شفافة زي الشاي الأخضر والأعشاب وعصير التفاح، بس المشروبات دي بتكون بدون سكر، بس نضيف ليها عسل أبيض، وبيتم شرب السوائل دي طول اليوم بس من غير تناول أكلات غير خيار أو سلطة بدون طماطم، وبتكون لمدة يوم واحد بس، وده بيساعد على تنشيط القولون. كمان تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدءا من 3 وجبات كبيرة، بحيث تكون الوجبات دي منتظمة ومتوازنة وفي أوقات محددة. تناول كمية كبيرة من المية ويفضل على الريق، وقبل الوجبة بساعة، والإكثار من السوائل بقدر المستطاع. مضغ الأكل كويس جدا قبل بلعه، ولو كنت مدخن أنصحك إنك تتوقف عن التدخين فورا. وفي النهاية بنتمنى ليكم دوام الصحة والعافية.